بالنسبة لنا في اليوم وحنا كان تصنتوا للسيد رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية، طبيعي جدا أن 47 يوم هي ماشي مدة كافية لتقييم أي عمل في مدى بك الأدم الحكومي، ولكن يمكن نقول بأن في هذه الأيام كتعطينا كنستشرفوا منها شنو طبيعة الأداء اللي كيف ممكن يكون ديال الحكومة اللي انطلق مع البرنامج الحكومي وثم مع قانون الميزانية. إذن كانت عندنا مواكبة في محطات متعددة للأداء الحكومي. بالنسبة اليوم هي محطة ثالثة يعني تنعتبرها ومهمة، يعني احترام الأجل القانونية في المساءلة الشهرية ويكون بحضور رئيس الحكومة. رئيس الحكومة اللي جدد مرة أخرى يعني توابيت ديال البرنامج الحكومي في كل الأفكار ديالو على رأس الدولة الاجتماعية، ثم شنو هي الآليات التنفيذية لهذه الدولة الاجتماعية. وهي كانت مناسبة لنا بالنسبة لنا كفريق اشتراكي باش نوقفوا عند الصعوبات اللي يمكن نقولوا اللي غتواجه هذا التفعيل وتعزيز الدولة الاجتماعية لسبب أول مؤسساتي ومتعدد، هو بالنسبة لنا تعدد المتدخلون الاجتماعيون في السنوات الأخيرة في كل المجال الاجتماعي، بالتالي تعدد المتدخلون المؤسساتيون وتعدد البرامج المتعلقة من هنا ما كيبانش الحدود، لأن هذه واحد من الصعوبات اللي عرفناها في 20 سنة الماضية أن البرنامج الحكومي الآن كيوضع من الأهداف دياله وحدة التدبير المؤسساتي، تيبان أن الملف الوصول بالدولة الاجتماعية يتعلق بفاعلين اجتماعيين أساسيين، يعني بالناس المتعلقين بالمجال واللي عندهم ممثلين ديالهم هم النقابات، وبالفاعلين الاقتصاديين اللي هم النقابات. اليوم تيبان في 47 واحد مجموعة من الإجراءات كتاخذها الحكومة بدون أي حوار مع هذه الفئات، مما كيهدد البناء ديال هذه الدولة الاجتماعية بالصيغة اللي كتقترحها الحكومة. ثم هناك سبب سياسي مهم مركزي ومرجعي، تنقولوا اليوم الدولة بمرجعيتها الليبرالية يعني أن الأحزاب المشكلة لها ليبراليون وكتعتمد قانون السوق، تعتمد التوازنات، واش قدرها فعلا بأنها تستجيب اليوم لحاجيات الدولة الاجتماعية في الصحة، في التعليم، في السكن، في التشغيل، في النقل، وهي كلها سياسات عمومية خصها تدابير معينة. وقفنا عند تدابير يعني دقيقة تكلمت عليها الحكومة وهي متعلقة أساسا بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وكنعتبروها بالنسبة لنا هذا مؤشر اللي تحدثت عنه في البرنامج الحكومي مؤشر مهم، لأن توسيع دائرة الطبقة الوسطى معناه أنها صمام أمل البلد. ولكن أثناء برنامج التصويت على قانون المالية ما وجدناش حتى شي إجراء في شي قطاع حكومي اللي كيستهدف هاد الطبقة. فبمعنى الأكثر من ذلك بأن الآليات اللي جات تمتو تتفقر هاد الطبقة وكتزيد على عبئها الكثير من الثقل، سواء في غلاء الأجور، سواء في كثير من الضرائب. بمعنى أننا كنتوقعوا في السنوات القادمة أيضاً مزيد من التقليص للطبقة الوسطى على حساب أننا كتوسع دائرة الفقر، اللي البرامج الموجهة لها ما تنقولوش ماشي يمتو، ولكن برامج تثبيتية للفقر أكثر من أنها كتحلنا، في حين المفروض أن برنامج يعني اليوم الفريق الليبرالي يقول الحكومة تكون عنده جرأة حداثية أكبر ويقول بأن خصو يوسع دائرة الرخاء الاجتماعي، دائرة تشجيع المقاولة المتوسطة، المقاولة الصغيرة، للقطاع العام يعني الطبقة المتوسطة في القطاع العام، من يعني نوسعها أكثر، نوضعوا برامج موجهة لها. ملي تنتكلم على الطبقة المتوسطة في القطاع العام كنقولوا نوجدوا البرامج السكن موجهة لهذه الفئة، برامج ديال النقل اللي موجهة للطبقة المتوسطة، برامج ديال التدريس ديالها وديال الأبناء ديالها اللي مجرمة، هو ما تنوجدوش، اللي تيطرح كثير من التساؤلات على كثير من الشعارات اللي كتوضع الحكومة. ملي كنتكلموا على واحد من الروافد المهمة واللي هو مثلا لا 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 يعني التعليم الأولي، واللي وصل بأن يكون عندنا تسمية ديالو في وزارة، نفس الشيء الأهم عائق أمام تنمية التعليم الأولي هو تعدد المتدخلين، وأنه إلى حد اليوم ما كيوضعش البرنامج الحكومي رغم رصد إمكانات مالية بأن توحيد هذا القطاع، ما تيتوحج أي تكوين اللي ممكن يكون الأطر اللي غيشتغلوا في هذا القطاع ما كيكونش. فبالتالي إلى خدينا هاد جوز نضيف لهم عامل ثالث هو ديال الرفع من نسبة تشغيل النساء من 20% ل 30%، وهو شعار مهم، ولكن الآليات ديال تفعيله ما تلقاوهاش. فبالتالي اليوم كان مرة أخرى كنقول 47 يوم ما كافياش لتقييم أداء الحكومة، ولكن المؤشرات اللي كتوفر عندنا اليوم بأن الحكومة غتجاوب على كثير من البرامج اللي وضعتها بالشعار وبالتسويق أكثر من حقيقة.